تطبيقها صفحة 22. قبل ما نحله رح نذكر عندنا نوعين من المتتاليات بالمنهاج، حسابية وهندسية. حسابية كل حد رح نذكر فيها على السريع، كل حد ينتج عن سابقه بضربه بإضافة عدد ثابت. لوين كلمة بإضافة؟ شغلنا القضية. كل حد ينتج عن سابقه بإضافة عدد ثابت. مثلا 1 3 5 7 9. لاحظ هذه الحدود لمتتالية حسابية أساسها برمزوله R، هذا العدد. قديش عم يزيد كل واحد عن الثاني؟ 2، فبيسموا الأساس 2. أما الهندسية كل حد ينتج عن سابقه بضربه بعدد ثابت. مثلا 2 4 8 16 32 الى اخره. شو الاساس هون؟ 2. هذا هو الاساس. كل حد ينتج عن سابقه بضربه بعدد. كل واحدة منهم إلى قاعدة أساسية. هون في قاعدة أساسية بتفيدنا لحساب الحدود والأساس. القاعدة مثل ما مكتوبة بالمكثفة هي يو نجمة ناقص يو قلب يساوي نجمة ناقص قلب بآر. النجمة والقلب دليلين. النجمة والقلب دليلين نحن بنختاره، والآر هو مين؟ أساس المتتالية. هون كمان في قاعدة أساسية فظل، قاعدة عامة. يو نجمة هون بين عليه ما تعمل صور ابدا، على يو قلب يساوي كيوس نجمة ناقص قلب. النجمة والقلب اعداد. اسحب شوي الاضاءة كويسة. تجي على قاعدة المجموع، قاعدة المجموع يعني اس ان او اس فظل بالعربية. اس تساوي عدد الحدود ضرب 1 ناقص الاساس. لا انا اسف، هي حسابية ما عدد الحدود بالحد الأول زائد الحد الأخير على 2. تجي اس لهون
قاعدة المجموع هون. الحد الأول ضرب واحد ناقص الأساس أس شيما عدد الحدود على واحد ناقص الأساس. صلصي قبل ما تقول إن هون عدد الحدود مو دايما إن يلا محفظه إن. أنا حافظة إن عدد الحدود. إيه بس لما عم تعوضي بالتعويض عم تكتبي إن. بسرعة أنت بالامتحان متشوشة. ما بتتذكري شو حافظة عم تطجيها. حد الأول واحد ناقص كيوس إن وماشي وداع ستيلا بتكون عدد الحدود. أحيانا إن زائد واحد أحيانا شيء ثاني. نجي على كيف نط من كيف بنبرهن حسابية. ليلك برهن حسابية. بتبرهن انه يو ان زائد واحد ناقص يو ان يساوي عدد ثابت. شو؟ او بتبرهن انه يو ان في عالم من الاولى الجهة الثانية صح. بتقول يو ان زائد واحد يساوي يو ان زائد عدد ثابت. ببرهن هون برهن لنا هندسية قاعدة هي يو ان زائد واحد على يو ان هون مبين يساوي عدد ثابت. أو الوسطين بالطرفين يو ان زائد واحد يساوي عدد ضرب يو ان. هذا مخطط عام لشغل الحسابية ولشغل الهندسية. بسرعة بدي اكتب. هلا بسؤالنا نحن بصفحة 22 تطبيق ها. أول طلب بده الهندسية. أول طلب بده الهندسية. إذا تطبيق صفحة 22 مين ما كتب اسمه بالتفقد؟ مين ما كاتب اسمه؟ هلا اللي بدي اعمل الاختبار المجموعة الأولى جماعة يوم الثلاثة حطوا نجمع اسماكم. هلا بدي ارجع على ورق. يو صفر تساوي الواحد خليك على اللو. ويو ان زائد واحد يساوي تلت يو ان ناقص اثنين والفي ان ويو ان زائد ثلاثة. برهن في ان هندسية وعين اساسها. رح امسح الحسابية من هون ما عاد تنفعنا. نترك على اللوح الهندسية. اول طلب برهن في ان هندسية. شو الطريقة؟ تحسب في ان زائد واحد على في ان. يلا نشتغل معه. في ان وين هي يو ان زائد 3 ليك. اما الفي ان زائد 1 بتحط بدل الان ان زائد 1 بتصير يو ان زائد 1 زائد 3. تجي هلا اليو ان زائد 1 ليك هني اعطينا كم عشان تستخدم متعود اليو ان زائد 1 هي زائد 3 ما لك علاقه فيها والمقام ما لك علاقة فيه. شغلنا على مين؟ على هاي تلت يو ان
ناقص دي. تلت يو ان ناقص دي. ناقص 2 زائد 3 بتصير تلت يو ان زائد 1، شو معنى هدول؟ على يو ان زائد 3. هون تعلمها للحركة، دائما طلع التلت عامل مشترك. مو التلت، امثال يو ان. بس توصل لهي الحركة دائما امثال يو ان او في ان طلع عامل مشترك. شوف شو بصير معك، تلت بتطلع تلت يو ان على تلت يو ان، واحد على تلت الاول مقلوب الثاني بتصير ثلاثة على يو ان زائد ثلاثة. بتروح هاي مع هاي بضل تلت. اها هو نحن قلنا بالشرط، ليك صارت الشرط عنده يو ان زائد واحد على يو ان لازم يطلع عدد سابق. يو ان زائد واحد على يو ان لازم يطلع عدد ثابت. طلع معنا عدد ثابت واللي هو مين؟ تلت. بتقول له يساوي عدد ثابت او بتقول له يساوي كوست او بتقول له ينتمي لي ار، نفس الشيء. فالمتتاليه شو؟ هندسي. وهيدي التلت شو بنسميها؟ الاساس. شو هو؟ كيو. تمام؟ في عالم بيشتغلوا بس بالبسط، هلا بالمكثفه انا حاركني الطريقه الثانيه، مشتغلين بس بالبسط. في ان زائد واحد يساوي يو ان زائد واحد، مشتغلين بس بالبسط. اخر شيء شوف شو طالع معي، في ان زائد واحد يساوي لهم لهم وصلان تلت. هي وهي نفسها مين؟ في ان، يعني وصلانين لعند في ان زائد واحد يساوي تلت في ان، وصلانين لهم وهو المطلوب. نفس الشيء لانه اذا بتعمل وسطين من الطرفين ببرهان الهندسيه بتضرب هاي بهاي بتطلع نفس الشيء. اما بتشتغل ب في ان زائد واحد بتوصل لعند تلت في ان، او بتشتغلهم مع بعض بتروح في ان مع في ان بضل عندك تلت. وحده من الطريقتين. بعد ما طلعت هندسيه شو بدهم؟ عين اساسا عين الطلب الثاني. اكتب في ان بدلاله ان. هلا اعطيتك قاعده رئيسيه، شو قلت لك؟ تستخدم لحساب الحدود. في ان بدلاله ان، القاعده هي في نجمه ع في قلب، شو بدي اعملها؟ يساوي كيوس نجمه ناقص قلب. بختارها للنجمه ان وبختارها للقلب، انا بختارها على كيفي. دليل حده معلوم. انا تعال نعملها يلا. في ان على في انت اختار. تعال شوف شو معنى معك يو صفر. طالما معك اليو صفر انت فينك تطلع الفي صفر، لان الفي ان هي يو ان زائد 3، معناها الفي صفر هي يو صفر زائد 3. تعال نحسبها على جنب، الفي صفر هي يو صفر زائد 3، واليو صفر معنى اياها 1 زائد 3، الجواب 4. طلعت معنا الفي صفر 4. عشان نعوض، إذا الـ VN على V0 بيساوي Q، أس N N ناقص في عالم حافظينها مباشرة، VN يساوي V0 بQ أس N، قاعدة خاصة، وهي مو دايما بتزبط إذا ما معك الـ V0، بلكي ما معك V0، بلكي بتضطر تبدأ من الـ V1، فلا تجمد نفسك بقاعدة خاصة، هي القاعدة العامة. خدناها بالصف الحادي عشر، VM على VB يساوي Q أس N، Q أس N ناقص أو نجمة قلب الذكي. يلي عم يعتمد هذه بتصير معه في ان على في واحد يساوي كيوس ان ناقص واحد، مثل هيك. هلا هي معنى اياها وهي معنى اياها، تفضل نعوضها. في ان على اعطونا الفي صفر طلعت اربعه، الكيو تلت اس ان وسطين بالطرفين، في ان شو عم تطلع؟ اربعه بتلت اس ان. وزع الان على الوسط وعلى المقبول، واحد اس ان نهايتها دائما واحد، واحد اس ان واحد تعتبرها. اربعه ب 1 على تنزل من لتحت 3 اس ان 4 ب 1 4 على
اكثر من هيك ما فينا نظبط. برجع بعيد، واحد اس ان واحد، ثلاثة اس ان ليكا، والاربعة بتنضرب بالواحد، بصير اربعة على ثلاثة اس ان. شو طالع معكم انتو؟ اربعة على ثلاثة اس ان. هيدي مين هي؟ في ان. بيقول لك ثم استنتج يو ان بدلالة ان، ثم استنتج يو ان بدلالة ان. هون نبحث عن علاقة بين يو ان وفي ان. بنروح على التمرين، بيكون في علاقة بين الـ UN والـ VN. علاقة بين الـ UN والـ VN. وين العلاقة؟ ليك هن عاطينا VN تساوي UN زائد 3، جيب هاي لهون أو لا، جيب الثلاثة لهون، شو بتصير الـ UN؟ VN ناقص 3. هلا بنعوض الـ VN، بتصير الـ UN تساوي، شو هي الـ VN؟ وين الـ VN؟ هلا طلعت معنا 4 على 3 أس إن ناقص 3. هي يو ان بدلالة ان، دايما بيكون في عندك علاقة بين ال في ان واليو ان. في عندي سؤال؟ اسأل تفضل. يفضل ننشرها، لأنه بعد شوي بجوز يطلب النهاية، أكيد بعد شوي رح يطلب النهاية. يفضل إنه إذا شفتي الواحد دايما اعملي واحد بس أنا واحد. غيره؟ اسأله. اسأل يا حلو، اسأل يا حلوة. ابن ناقص اعطونا البعض. بدون يطلع صوتكم على التصوير، بس غير ما كان عم يطلع صوتكم قبل التصوير. طلب البعضو، اذا كانت اس ان تساوي في صفر زائد في واحد زائد 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 في ان، بدهم احسب ليميت اس ان. اكتب الفكرة جنبها، نحسب اس ان بقاعدة المجموع، نحسب اس ان بقاعدة المجموع، ثم نحسب النهاية. نحسب اس ان بقاعدة المجموع ثم نحسب النهاية. نحسب النهاية. نحسب النهاية. يا قاعد هدول الحدود شنو هون؟ لحظة شوي، الفي صفر والفي في واحد والفي شو هدول؟ حسابية ولا هندسية؟ هندسية. هلا طلعت معنا شو حسابية؟ الطلب الأول شو طلعت؟ هندسية. إذا بتطبق اس لمين؟ للحدود الهندسية. القاعدة تقول الحد الأول، مين الحد الأول؟ في صفر ضرب واحد ناقص الأساس أس عدد الحدود. عم نبه لا تحط ان، عد الحدود. تعال نعدهم، بدك تعد من الصفر للان. احنا اعطيتكم قاعدة مرة، قلتلكم اذا الادلة متعاقبة، صفر واحد اثنين ثلاثة اربعة، ادلة متعاقبة بيكون عدد الحدود دليل الاخير ناقص الدليل الاول زائد واحد. اذا كانت الادلة متعاقبة بيكون الدليل الأخير ناقص الأول زائد واحد، يعني n ناقص صفر زائد واحد. n ناقص صفر زائد واحد، شيل الصفر حيادي معناه شو بيضلوا؟ n زائد واحد.
عدد الحدود يلا ان زائد واحد على واحد ناقص كيو. ودير بالك من هاي 80% من الطلاب عم يكتبوها ان، انا حافظه ان. عوض معي البي صفر حسبناها من شوي 4 صح؟ ضرب واحد ناقص اعطونا الكيو 3 اس ان زائد واحد على واحد ناقص 3 واحد ناقص 3 تلتين 4 على تلتين شوف هيك فهم تصير 4 على تلتين الأول مقلوب الثاني 3 ب 4 12 على 2 6 معناها 4 بتروح مع هدون وتضل 6 هي اختصار الأربعة والستة بتنشر لهي ولهي لأن هي مضروبة بالبسط كله شو بتصير؟ 6 ناقص 6 بي 6 فينا نوزع هاي ولا لا؟ تعال نعملها 3 أس إن ب 3 بصير ولا ما بصير؟ 3 أس إن زائد 1 في قاعدة بتقول لك نجمة أس أ زائد بي هي نجمة أس أ ضرب نجمة أس بي صح؟ فالتلت أس إن زائد 1 بتصير 3 أس إن ب 3 أس 1 6 بختصرها مع مين؟ مع هي شو بضل عندنا؟ 6 ناقص 2 يلا 1 أس إن 1 3 أس إن 3 أس إن 2 بتنضرب بالبسط بتصير 6 ناقص 2 أكثر من هيك ما فيني ظبطها كيف طالعة معكم الإجابة؟ إذا هي العمليات الحسابية يلي عملوها اختصروا الأربعة مع المقام طلع لنا 6 ونشروها هلا بدنا نطلع نهايتها لهي هيدا هو الاس ان هن بدهم النهاية تعال نطلع النهاية ليمت اس ان طبعا دايما بالمتتاليات الان تسعى لزائد لا نهاية هي ليمت اعطيني الجواب 6 ناقص 2 على 3 أس إن لما يسعى إلى هون دقق معي ال 3 أس إن كم اسم طلاب؟ 51 وين الورقة؟ مرة لرفقاتك بسرعة بدي احط اشارة على اسمه اطلبها للورقة تمام انسى بكره نكملهم طفزي بالملف بس فاضي محل الثلاثة اس ان ميز معي مايل بس تشوف انتبه هي قاعدة عدد أس إن مثلا أ أس إن عدد أس إن فهذا بيعطيك حدود هندسية يعني بيسموها هيك متتالية هندسية ليش؟ مثلا 3 أس إن حط بدل الإن صفر حط بدل الإن صفر 3 أس صفر 1 حط بدل الإن 1 3 أس 1 3 حط بدل ان 2 3 اس 2 9 وهكذا لاحظ كل حد يزيد عن سابقه بثلاثه فدائما هاد بيكون هندسيه اساسها هذا العدد اللي هون على طول وهيدي لها قواعد شباب اذا كان الاساس يعني الار اكبر من الواحد بتكون الليمت هي زائد لا نهاية شو تطلع النهاية؟ زائد لا نهاية وإذا بيكون الـ A
بين الناقص واحد والزائد واحد بما فيها الصفر طبعا بيكون الليمت هو صفر. وإذا بتكون الـ واحد الليمت شو بيكون؟ هو واحد. وإذا بتكون الـ أصغر أو يساوي الناقص واحد يعني من الناقص واحد وما بعد للخلف يعني لا يوجد نهاية. لا يوجد نهاية. فهيدي الحالات بدنا نحفظها. بيني عليك عارف؟ طبعا هون بهدول الاثنين بتكون متقاربة، هون بتكون متباعدة. هلا تمريننا نحن شوفي عارف جيل الكاميرا اللي عندي. بتمريننا في ثلاثة وسئل أي حالة من الحالات. خلوكم معي دقيقة بعدين تعمل مخطط. الثلاثة وسئل ليك الأساس أكبر من الواحد. معناه هيدا جوابه لا نهاية. إذا بصير التمرين ستة ناقص اثنين على لا نهاية. عدد على نهاية صفر ستة ناقص صفر الجواب ستة. بس التعليل عليه علامة بالامتحان. بدك تقوله محل اللي طلع معك لان تقوله لأن ليميت تعمل قوسين عشان تفرجينا هاي متتالية ثلاثة أس إن لما الإن تسعة لا سوري بتقوله لأن ثلاثة أس إن هاي القوسين هندسية أساسها أكبر من بس هيك تعليمي لأن ثلاثة وسن هندسية أساسها أكبر من مين؟ أكبر من الواحد. إذا طلع معنا الثلث وسن الثلث شو نهايته؟ الصفر لأنه محصور بين الناقص واحد والزائد. أني كويشن فظلنا إياه من بعد اذنك وقلت لي صفحة 22. Thank you.